زواجها قبل 18 يضيع حقوقها، هو عنوان حملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تستهدف تغيير ثقافة تزويج الفتيات في سن الطفولة، ثقافة تنتشر في المجتمعات الحدودية والريفية وتنطوي على مخاطر صحية ونفسية واقتصادية متعددة. إذا رموا بناتهم في سن بدري قوي كده لحاجات صعبة قد كده، هم أول ناس هيفشلوا اللي بيتجوزوا بدري قوي في حاجات صعبة قوي بعد كده في الحياة. يعني الزواج المبكر ده ممكن يفقد الحياة للبنت، أو حتى ما تعرفش تكمل مع الأولاد أو تنمي أفكارهم أو ثقافتهم. جهل من البنت ذات نفسها أنها بتحاول، مثلا متخيلة الحياة الزوجية ديت مجرد اتنين بس، مش متخيلة كمية المسؤولية. طبعا بيؤدي لمشاكل كتير جدا بالذات لو خلفت، لأن ما ينفعش طفلة تشيل طفلة. الحملة تتضمن تقديم حزمة من الحوافز للجمهور المستهدف للمساعدة في تغيير مفاهيم شعبية خاطئة عن زواج الأطفال، خدمات تتمثل في دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة مرهون بالتزامات صحية وتعليمية تجاه الأطفال. لازم كل أسرة تلتزم بشروط محددة، إن الأم وأطفالها يترددوا على الوحدات الصحية والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية أولية لتلقي الخدمات التي يعني تقدمها الدولة لهذه الشريحة من الأسر، مش لتكافل وكرامة بس، لجميع الأسر المصرية تقدمها مجانا، ومنها التطعيمات ومتابعة النمو وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي ومتابعة الحمل والصحة الإنجابية. الجهات الإحصائية تجد صعوبة في رصد عدد حالات تزويج الأطفال التي تتم عادة خارج الإطار القانوني الذي يحظر توثيق الزواج قبل بلوغ الطرفين 18. تنطلق الحملة الحكومية ضد ثقافة تزويج الأطفال من التداعيات التي خلفتها تلك الظاهرة، سواء على مستوى حرمان الفتيات من فرص التعليم أو التأثيرات الصحية السلبية على صحة الأم والطفل على السواء. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.